السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد، وكيف العاده ما تنسونيش ملي لايك والتعليق الزوينه ديالكم. ونبداو ان شاء الله الفيديو ديال اليوم. هنا اول حاجه كما شفتوا معايا بديت باللانش بوكس ديال اياد. هنا كنت صاوبت ليه بيتزا، درت ليه هنا لي مادلين اللي شاركت معكم نيت في اخر فيديو. وكما كنقول لكم دائما كنحاول نعطيه داك الشيء اللي كيعجبو باش على الله غير ياكلو. وهنا اول حاجه بديت فيها بعد ما صفت الوليدات تستاك ديال بيتهم، ديجا طري عندي نقيه، جمعت بيتي اول حاجه تستاك ديال بيتهم باش نجمعها. المهم بالنسبه للكوفرلي ماشي ديما، ماشي زعما كل سيمانه كنبدلو، كنبدليهم هكذا لي اوسماطلاج شويه ديال المخد حتى هما ضروري، زعما هادو على الاقل السيمانه راه ضروري كنبدلهم. باش زوينين هاد لي كوفرلي هادو كيكونوا داخلين فيهم مثلا جوج لوينات ثلاثه، كتبقاي تبدلي هكذا في لي اوسماطلا كيما بغيتو كتبان تفريشه بحال الا جديده. المهم بالنسبه كيما شفتو حيت داك المطارد ودرت هنا الكري كيما شفتو حتى هو جاي معاه زوين، عندي فيه كري غامق وكري فاتح. وكيما كنقول لكم دائما كاع التفريشات لا ديالي لا ديال بيت الوليدات كناخذهم من عند افريشه عبدو، تبارك الله عندي داك الشيء زوين باثمنه اللي جد مناسبه. صافي بالنسبه لاياد كندير ليه مخده هكذا خفيفه، ما كيبغيش ليه هكذا مخده تاعين كيضروه في عنقو. صافي قديت ليه التفريشه ديالو، رجعت كل حاجه بلاصتها. حتى بالنسبه لريهام بدلتها غيوه حيت فوقانيا كيجيني صعيب انني نصور. صافي هذا باش ما كنصورهاش. صافي من بعد خديت لانجيت. دابا بالنسبه للتنظيف كل مره وشنو، بعض المرات كندخل ليها من الصباح كنمسح السرجام كنمسح السطور كنمسح هكذا الحيوطه كنمسح الخشب، بعض المرات كندير هكذا هي من الفوق لفوق لانجيت كنمسح الغبيره لاسبيراتور. اكيد راه كل نهار راكم عارفين مع الوليدات والتفرتيت، واخا انا صراحه راه كنقول لهم ممنوع الماكله في بيت الناس، كنقول لهم عمركم شفتوني انا كناكل في بيت الناس. صافي كنقول لهم ممنوع الماكله في بيت الناس. صافي المهم انا دزت البيرو ديال هذا بيرو كوافوز ديال ريهام، نص بيرو نص كوافوز. صافي حتى هو كيما شفتو معايا دوزت عليه لانجيت مسحتو. المهم صراحه انا مستفره كاع داكشي اللي كتحتاج حطاه ليها هنا حيت كانت كتبقى تجي حتى عندي يدي الريحه ترطب يدي، وهذا حطيت لها كلشي في البيرو ديالها. صافي اخر حاجه كيما شفتو جيت هكذا كندوز لاسبيراتور، كيما كتشوفوا السرجم راه محلول. كيما كيخرجوا كنخليها كتهوى الصباح هكذا حتى كنبين جمعها. صافي غير كنجمعها كندوز لاسبيراتور كنمسح الغبره عاد كندير التعطير باش هكذا كتبقى فيها رويحه زوينه. انا اصلا خلاص بالنسبه لاسبيراتور كندوزها في الطابي في الارض هكذا، الا ما كنتش غادي نسيق كندوزها على الدار كامله. واخر حاجه كندير هذا المعطر هذا ديال الفاني، كنت خديته عند محمد بونطيف، عرفتي ريحته زوينه. انا صراحه من عشاق الفاني كتحمقني الريحه ديالو. وصافي هنا سالينا روينتنا. واليوم كانت عارضه علينا حماتي الغدا، عرفتوا انا كنحمق على الطياب ديالهم، راه من نهار تزوجت ما شاء الله 14 عام ديال الزواج كيحمقني طيابهم ما شاء الله. اليوم لوستي كنطيبات لينا هنا صفة بريستيج، عرفتي كتجي غزالة بالمكسرات ديك النسمة ديال الزهر رائعة رائعة، يعني كيحمقني هاد الطبق هذا وما شاء الله يديها بنينة. ودرتو هكذا بالدجاج محمر، وان شاء الله قريبا قريبا غادي نشارك معكم السيجور، راه وجوده ما شاء الله جا زوين بزاف بزاف. المهم تجمعنا على الغدا ضحكنا فوجنا نشطنا، وحاولت هكذا نشارك معكم القطات. ومن بعد ديت ريهام للسونتر. بالنسبه للناس اللي كيسولوني راه دخلنا سونتر امريكا، المهم سولتوني بزاف بزاف في الفيديو الاخر. وهاني رجعت معكم. المهم وصراحه كاين واحد الغديبه يا سلام، لقيتوني غادي ان شاء الله غادي باش نجيب ريهام من السونتر. طرقت اياد هو الاول جبتو المدرسه، من بعد جيت للسونتر جبت ريهام عند عزيز الشمالي. الشمالي راه دائما كنشارك معكم، هو اللي عنده حويجات ديال البار في السوق نموذج المسيره، مؤخرا دار افتتاح المحل ديالو في السلام، محل ديال البال حتى هو محل كبير تبارك الله، عنده سلع كثيره. غادي نمشي ان شاء الله انا وريهام، سلعه زوينه. هو ما تلقيش عنده شي حاجه مقطعه شي حاجه موسخه نهائيا، سلعته زوينه ونقيه تصبينه خفيفه ولبسيها تبارك الله سلعته زوينه. وكما قلت لكم نهار السبت هذا السبت هذا راه غادي نحط لكم سلعه لي زوينه بزاف وسلعه لي نقيه، وان شاء الله غادي نديكم معايا دابا نيت نوريكم بالنسبه للنات نوريكم المحل فين كاين ونتقدا كدا الوليدات. راكم عارفين دابا
خصوصا هي دغيا كيصغروا عليا الحوايج وريها حتى هي ولات كتجبد ليا شي ستيلات شي صافي. دابا باش قلت البال اللي غينفعني معاها. المهم هادشي اللي كاين ها هو معايا ان شاء الله غادي نديكم معايا دابا عند عزيز الشمال. يعني رجعت معكم. المهم يلا وصلت دابا جبت معايا ريهام لان هاد البنت هادي ولات هي اللي خصها تعزل راسها قالت لك نولي نلبس على ذوقي. دابا جبتها معايا. المهم كما كتشوفوا معايا كنجيو لهنا كنهبطو نيشان. هنا كاينين البوتيكات كاينه فولار سيداتي هنا كيشوا. المهم حبست التصوير كان شي ناس دايزين كما قلت لكم كيشوا راه هو هذا اول واحد كيدير البال. هانتوما كما كنفوتو كيشوا ها هو المحل بال الشمال. وكيف ما قلت لكم المحل هو هذا اللي بالخضر سميتو بال الشمال. اصلا عزيز تبارك الله راه غني يعني التعريف. عنده محل في سوق الحد عنده في سوق نموذجي المسيره وهاد المره دار محل اللي هو كبير تبارك الله في حي السلام كما شفتوا معايا حدا كيشوا. واثمنه كما كتشوفوا معايا جد مناسبه. كاينه 15 درهم 10 دراهم 30 درهم 40 درهم 50 درهم ودير لكم هكذا البلاصه فين تقيسوا تبارك الله. جيب حويجات زوينين جاكيطات لي دودون لي مونطو تبارك الله كاين الاختيار وباثمنه اللي جد مناسبه كيف ما كتشوفوا معايا. المهم بعدا اول حاجه بالنسبه للتوقيت فاش كيحلوا من 10 ديال الصباح حتى الوحده ديال الليل. هاتو تبارك الله جايب سلعه زوينه. المهم غنحاول نصور لكم دخل سلعه ديال البرد ديال الناس الكبار ديال الوليدات الصغار تريكوات لي جيلي بحال هكذا لي دودون. قبل ما ننسى نهار السبت راه غادي يجيب بيجامات بثمن لي مناسب بيجامات ملابس داخليه لي دودون. المهم تبارك الله غيحط سلعه زوينه نهار السبت. وبالنسبه لعزيز راه ما نحتاج انني نشكر لكم تبارك الله احسن تعامل من ديما من ديما صراحه كيتعامل زوين وغير اليوم شفتو تبارك الله كيفاش كيتعامل مع الناس يعني كتقداي وتعاودي ترجعي عنده. هنا كنشارك معكم هاد التريكوات هادو تخيلوا معايا هادو راه ديال يعني قياسي نيس انا ب 20 درهم. عرفتوا راه تبارك الله عطى الله الخير وباقي راه غير هادشي اللي محطوط في المحل اللي صورت لكم انا. شوفوا هادو ديال الوليدات الصغار ب 15 درهم تعزلي فيهم بيجامات فنين الوليدات الصغار. دابا نسقنا واحد البيجامه بالكري غنوريها لكم. ها نتوما ها هو السروال ديالها وها هو الفوق يعني بيجامه بحال قلتي دو بيس كتقاب عليك ب 30 درهم. تبارك الله كاين 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 الاختيار. وكما قلت لكم نهار السبت راه غادي يحط سلعه زوينه من 10 ديال الصباح حتى الوحده ديال الليل غادي يحط سلعه لي زوينه بزاف حسن من هذا الشيء اللي كتشوفوا معايا. واغلى حاجه كتلقيها عنده اغلى اغلى حاجه ب 80 درهم. شوفوا لي هاد الجاكيطات عرفتوا جداد 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 ما كايناش شي حاجه مقطعه شي حاجه موسخه نهائيا ب 30 درهم. كاينين ديال البنات كاينين ديال الوليدات زوينين قلت لكم جداد جداد باقيين نقيين. وتبارك الله لقيت عنده تالي مارك بحال بري مارك شحال من ماركه تبارك الله اللي هي معروفه. صراحه الجاكيطات زوينين. وكاين الاختيار وكما قلت لكم احسن حاجه بعدا في هذا المحل وهذا هو انهم تيسع. بالنسبه لهادو كولوناس ديال السبور كما قلت لكم ما تلقاوش شي حاجه مسخه ولا مقطعه. ها انتما شفتو وكاينين تبارك الله حتى لي طير كبار عرفتي هادو اللي داخله لاصال تلقاه باش تبدل. حتى بالنسبه لي عندها بنيتها هكذا في السبور هكذا المدرسه كيحتاجوا بحال هاد الكولونات زوينين يعني خاصين بالرياضه. هانتوما موديلات زوينين كما قلت لكم راه تبارك الله فيهم لي طايل كبار كاينين طوال. هانتوما هذا شوفوا هذا حتى هو عرفتوا تبارك الله راه كاين واحد الاختيار كبير في الكولونات كما كتشوفوا معايا. اكيد ما يمكنش نصور لكم كلشي في فيديو واحد ولكن تبارك الله كاين كاين 100 درهم. بالنسبه لهاد الجينات اللي غنشارك معكم دابا كلهم ب 30 درهم فيهم تاع الناس الكبار الوليدات الصغار بنات ولاد واعرين نقيين طيب احسن من جديد ب 30 درهم. يعني انا غادي نحاول نبقى ندوز بحال هكذا هانتوما وجميع الالوان راه كاينين عنده زوينين والله زعما تجي ما تلقايش شي قطعه شي وسخ شي نهائيا. كاينين الالوان كامل كيما شفتوا معايا كذلك كاين حتى الابيض وزعما ماشي شي موديل قديم او لا. شوفوا هذا شوفوا هكذا بندل تحت زوين حتى هو. شوفوا هذا عجبني مريهم ولكن دوماج فيه 16 عام زوين فيه حتى هو هذا البندل تحت. هادو كلهم نعاود نقول لكم 30 درهم فقط. شوفوا شوفوا تبارك الله حتى لي طاير كبار كاينين عندو ومازال غدخل سلعه جديده من غير هادشي نهار السبت.
كاينين لي دو دون 30 درهم زوينين، راه تبارك الله كاينين بيجامات كولونات جينات كلشي كاين عنده. تقول واش تلقاي شي حاجه مقطعه ولا موسخه، وكاينين كذلك حتى هادو اللي معلقين كاينين بنات ولاد حتى الناس الكبار كاينين عنده. واللي نركز لكم عليها نهار السبت ان شاء الله غادي يكونوا لي طاي الكبار. انا دخلت للداخل حط هكذا حويجات ديال الطريبيه ب 10 دراهم، عرفتوا شحال زوينين وشحال صغورين، عرفتي ريهام كتهزهم كتقول ويتك ويتك. والله الا تبارك الله بياسات نقيين وديال القطن، يعني صلاح الوليدات الصغار كما شفتوا، يعني فيهم القطن فيهم طريبشات فيهم. وهاد الجهه هادي فيها بيجامات كما كتشوفوا ب 20 درهم كتجمعي، وكتلقاي حتى الفوق والتحت كتجمعيهم هكذا كتقامي لك بحال كتي بيجاما ب 40 درهم. هانتوما زوينين ديال هاد الوقيته هادي ورطيط شي حاجه لي زوينه. هانتوما تبارك الله، هانتوما شوفوا 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 لي العرض، شوفوا هذا الشيء باش كيجري المحل ديالو تبارك الله، هو كيجي بالكرون طاي شفتوا، شوفوا الوسعيه تبارك الله، راه كاين الاختيار. هانتوما وهنا جيت لهاد البلاصه هادي حط فيها التريكوات، عرفتوا راه خديت منهم بياسات زوينين. ان شاء الله ملي غادي نمشي للدار غنحاول نشارك معكم شنو خديت من عنده. والله الا واخده عنده تريكوات كتر من عند دابا، باقي مزيانين داي مارك ليهم زوينين. يعني كنلبسهم هكذا في الوقيته ديال البرد في وقت الصيف كنجمعهم في ليكوان من بعد كنجبدهم، والله الا باقي مزيان. وكما قلت لكم راه كاينين عنده لي طايل كبار متوفرين عنده، وكاينين حتى لي فيست لي مونطو لي دودون على حساب كيما قلت لكم شاكيطات لي مونطو لي دودون. وكاين هنا في تحت هما نتوما شوفوا لي لي دودون لي مونطو. دابا غادي نوريكم بينوارات، هانتوما بينوارات ديال الدار على مزبينات هما، نوقفهم ونوريهم لكم. وبالنسبه للبينوارات كلهم ب 50 درهم تبارك الله، فيهم بينوارات كبار واللي عجبني فيهم، يعني كاينين هكذا اللي غتلبسيهم هكذا في الدار، وكاينين حتى ديال الفوطه يعني تستعمليهم هكذا الدوش الحمام وتبارك الله واسعين. خديت الوليداتي من هادو نيت زوينين هكذا في ديك العشيه كيكون بارد الحال كيلحوم هكذا فوق البيجاما، والله الا زوينين ب 50 درهم وتبارك الله فيهم الاختيار. كما قلت لكم ان شاء الله نهار السبت تلقاو الجديد. المهم هنا تعطلت والسلام تظلم عليا الحال، وصل عليا راجلي واياد، جينا انا عند هاد السيد هذا كيدير بيتزا زوينه، راه كاين نيت في السلام دي مورسو كبار زوينين. هاني رجعت معكم. المهم يلا دخلت للدار، عرفتوا عييت 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 ديال بصح. المهم شوفوا راه خصكم صرحت مع البال. المهم خديت ليا، خديت لريهام، خديت لاياد. المهم غادي نشارك معكم دابا شنو خديت. خديت الولاد خويا بينوارات زوينين هكذا البرد. المهم ها انتما معايا. المهم جلست هكذا باش نشارك معكم. بالنسبه للحويجات اول حاجه المهم لي صورتها حيت غنطلعهم دابا باش يتصبنوا، الاياد هاد الجاكيطه هادي عرفتي تبارك الله، الجاكيطات فنين ديال ليهم 30 درهم كما قلت لكم، الجاكيطات زوينين ديال ليهم غير 30 درهم. المهم خديت الاياد هادي. بالنسبه ليا انا خديت هادي، عجبني الشكل ديالها، جايه بحال شكل فيست. ها نتوما راه باقا التيكيطه ديالها زويوه السيل ديالها، وديجا عندي شرف هاد اللون هذا، واحد الكريب فيه هاد اللوينات. ها نتوما راه طويله. خديت هاد التريكو هذا، عرفتو كنت خديت كما قلت لكم خديت عندو تريكوات داك العام، صدقوا ليا زوينين. ها نتوما هاد التريكو هذا جاي هكذا طويل من اللور وقصر في القدام. ها نتوما شفتو ستيل ديالو واعر، هذا يجي مع شال في البلومارين. حتى هاد التريكو هذا انا عاشقه لهاد الكاميل، شوفوا ستيل ديالو شحال واعر زوين. هذا يجي مع سروال في الكحل مع ديبوتين بحال هكذا زوين، شفتو نقي نقي بياسات نقيين. الاياد هذا البينوار هذا ما كيبغيش يلبس حاجه سخونه. ها نتوما خديتهم بينوارات زويونين هكذا ديال الدار، بهذا ديالهم بالخيط ديالهم كما كتشوفوا فنين. عرفتو بينوارات عنده زوين، خديت عنده تويشيات فنين، تريكوات، وخديت عنده حتى هادي. ديما كنحتاج بحال هذا الستيل هذا، بحال هادو كنلبسو هكذا تحت من لي فيست لي كوب كتجي زوينه. المهم راه عندو الكرون طاي طبوزات بحالي واخا ما بقيتش كيما كنت، ولكن المهم ان شاء الله حنا غاديين. دابا غادي نشارك معكم شنو خديت لريهام. ريهام بزاف كيعجبوها لي كيجيو ما كيبينوش، ولكن كتبغي الحاجه تكون قصيره شي شويه بحال هكذا. خدات هذا هذا هذا، عندها ديجا سبيطري في هذا اللون هذا. خدات هذه فنه على قبل البرد، وخدات هذه الكابيشون تاع هي بيوما في الكري.
بالنسبه لاياد صراحه قلت واقيلا بحال والو غادي ندوز نهار السبت باش نشوف ليه السراول. المهم خديت ليه هذا، هادو راه 15 درهم، هادو اللي كنوريكم دابا حويجات الظرف فنين. هانتوما هانتوما بحال مع الجين اولا السروال كحل. هادي حتى هي للدار مقطنين زوينين، هادو كما قلت لكم دايرين 15 درهم. وخديت خديت لي هذا السريويل هذا، صراحه بغيت ليه بحال هادو للدار. المهم في الكاميرا كيبان بحال الا كاش، هو راه واحد البلو مارين زوين. قلت لكم خديت لريهام مؤيد بينوارات بحال هكذا هكذا للحمام اولا للدار الا جالسين كيتفرجوا. وهذا ديال ريهام، حيت انا وريهام سبحان الله ما كنحملوش نلبسوا بيجاما سخونه، كنبغيو نلوحو علينا غير بينوار بحال هكذا. وتبارك الله عنده بينوارات راه ما شاء الله كلشي وريته لكم في الفيديو، تبارك الله ديال العيالات زوينين والله الا واخدا عنده، انا من داك العام باقي كنلبس فيه. دابا غادي نوريكم بالنسبه للبينوارات اللي خديت لولاد خويا. مع اتصلت بيا مرت خويا لقاتني في البال، صافي قالت لي شوفي كاع الا لقيتي لي شي حاجه للدراري. صافي راكم عارفين مراكش البرد ديالها بوحدو. غادي نوريكم دابا البينوارات اللي خديت لولاد خويا، هما هادو. هذا خديته للرائد كما شفتوا كلهم بالخيط ديالهم زوينين. هادو كما قلت لكم هما عندهم في مراكش كيكون البرد ديال بصح. هانتوما بينوارات عنده فنين. وهذا خديته الصغيور زوين، فيه لودينات هنا كما كتشوفوا، عرفتوا بياسات نقيين نقيين ديال زياد شفتوا والله يا بياسات فنين. وخديت حتى هادو، راه كاينين حتى ديال وليدات صغار غير ب 15 درهم منهم هادو. خديت ليه هادو بحال هكا يبقي ناس بيهم، ما عرفتش شحال بسط ريهام مؤيد بحال هادو كيجيب لي الله بحالي لا انا راه ولدت ريهام مؤيد زمان سبحان الله كلشي كيتنسى. ما قلت لكم هادي وخديت ليه بحالها. هانتوما هادو راه كيكونوا لابسين الحوايج من التحت وكيلبسها ما كيضربوش البرد. وخديت لريهام حتى هاد الجاكيطه هادي واعره، عرفتوا راه تبارك الله كاينين زوينه. يلا حيد حيد من حيدو باش تصبنوا. يلا كيما شفتوا خديت لي لريهام هاد الجاكيطه هادي. هاد الجاكيطه اللي خديت لاياد حمقاتني هادي، شوفوا هاد بياسات واعرين واعرين. هادو راه من ديال 30 درهم اللي وريتكم. ريهام هاد الجين هذا وخدات هذا، صراحه اول مره تاخذ هاد ستيلي مقطع كذا ما تنسيش المدرسه ريهام. ضروري زوينه. هانتوما عرفتي تجينات موديلات اللي كيتلبسوا دابا ماشي شي حاجه اللي قديمه. هانتوما صافي خديت ليا انا كولونات ديال السبور، شي سبور ما كاين فينا وق سبور. ريهام خدات من عنده هاد التريكو هذا، جايين تخميمات بحال هكذا. عرفتوا هاد التريكوات بحال هكذا راه تبارك الله عنده فيهم الاختيار. صافي وقيلا هادشي اللي كاين. خديت كولون اخر في النوار. هانتوما بالنسبه لهذا خديته في كيتجمع من التحت. المهم خديت عندو صراحه حتى داك العاد شي حويجات هكذا ديال السبور زوينين. المهم هادشي اللي كاين، هادشي اللي خديت بالنسبه للشمالي. دائما كيجيب سلعه جديده، وكما قلت لكم هذا السبت ما تنساوش ان شاء الله راه غادي نحط لكم سلعه جديده فيها كولونات فيها ملابس داخليه فيها بيجامات. المهم قال لي غيكونوا بزاف البيجامات. ودابا غادي نشارك معكم وصفه ديال الكوكيز اللي كتجي اكثر من رائعه. هنا اول حاجه كما كتشوفوا معايا عندي رابعه ديال الزبده. بالنسبه للزبده كنستعمل جوده بدويه بيور نيوزيلاند، هادو هما لي زوينين. صافي عندي كاس ديال الزيت، كاس معمر ديال النشا، جوج ديال البيضات، ساشي ديال خميره ديال الحلويات، كيس ديال الكاكاو المر، وكيس ديال الفاني. صافي هنا في واحد البول كندير ديك 250 غرام ديال الزبده، كنضيف عليها كاس ديال السكر سنيده نسيت ما حطيتوش في المقادير، كنضيف قبصه ديال الملحه، وكنضيف عليها دوك جوج ديال البيضات. من بعد كنحاول نخدم كلشي مزيان كما كتشوفوا معايا، يعني كنحاول نخدم ديك الزبده حتى ما كتبقاش باينه. بالنسبه للدقيق حسب الخليط، يعني كنبقى كنضيف شويه بشويه. صافي هنا من بعد كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه. راكم عارفين القوام ديال العجينه كيفاش غادي تكون، بحال بحال شكل صابلي. من بعد ضفت كيس ديال خميره الحلويات، ضفت كيس ديال الكاكاو المر باش كيعطيني داك اللون زوين ديال الكوكيز. واخر حاجه كما كتشوفوا معايا بديت كنضيف الدقيق. صافي هنا في الاخر ضفت هكذا لي بيبيت شوكولا كناخذهم من عند ماي باتيس زوينين، فيهم مذاق ديال الكاكاو رائع جدا. واحسن حاجه فيهم هما انهم يعني خاصين بالكوكيز، ما كيذوبوش نهائيا كيبقاو، وكما قلت لكم حتى المذاق ديالهم زوين. المهم هنا بقيت كنكورهم على هذا الشكل هذا وكنبسطهم، ماشي كنحطهم هكذا مدورين. واياد هنا راه معاوني كما كتشوفوا معايا حيت هو صراحه قال لي ديري ليا كوكيز يا لي كريب. صافي قلت لي غادي نصاوب لك كوكيز شحال هذه ما درتهم لكم.
وكتجي هذه هي الوصفه ديالنا. بالنسبه لهذه الوصفه راه ديال البنت خال راجلي، الناس اللي عارفينها وطلبوني على الوصفه ساريتا شانيل، تحيه ليها من هنا. المهم راه حبست يوتيوب من شحال هذه، تبارك الله وصفتها زوينين، وهذه الوصفه راه خديتها من عندها. تبارك الله كيجي زوين بزاف، كيجي هشيش وكيبقى مقرمش. يعني كتحطيه في البواطه غير في الكوزينه راه كيبقى كيف ما هو، كما قلت لكم تبارك الله راه كيجي هشيش بزاف. وصافي هذا ما كان، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، وما تنساونيش ملي لايك والتعليق الزوينه ديالكم. وهنا غنقول لكم بالسلامه عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله.